في الأرياف واحد غني عزم الفلاحين على وليمة بمناسبة جواز بنته، ودعا كل الناس اللي في القرية جيرانه وصحابه علشان يحضروا الوليمة دي. وكان عبد الكريم الفلاح الطيب من بين المدعوين. خرج عبد الكريم من بيته قبل غروب الشمس لأنه عارف إن الطريق لبيت الراجل الغني طويل شوية، وعبد الكريم ماشي كده على جنب الطريق لقى سلة محطوط فيها شوية بلح أحمر. تخيل طبعا عبد الكريم الأكل الكتير واللذيذ اللي هيبقى في الوليمة، فقرب من السلة وضربها برجليه واتقلبت في الأرض والبلح اتملى تراب. قعد يضحك عبد الكريم كده ويقول في نفسه انا مش محتاج للبلح ده النهارده، انا هروح اكل في وليمه فيها كل الاكل اللي انا نفسي فيه، اما البلح انا هسيبه علشان تاكله الحيوانات والطيور. كمل عبد الكريم ماشي في طريقه لبيت الراجل الغني، بس كان في ترعه في طريقه بتقطع الطريق. كان لازم عبد الكريم يعدي الترعه دي للجنب التاني علشان يوصل لبيت الراجل الغني، بس ما كانش في اي كوبري قريب منه علشان يعرف يعدي. كان متعود عبد الكريم ان هو بينط من فوق الترعه دي علشان يعدي البر التاني، لان الميه كانت فيه قليله وعمقه مش كبير وعرض الترعه كان قليل جدا حوالي متر. بس اتفاجئ عبد الكريم المره دي ان الميه عليت وارتفعت جدا وبقى عرض الترعه حوالي 3 متر. قعد يمشي واحده واحده على جنب الترعه علشان يدور على حته ضيقه يعرف ينط منها، بس هو ما عرفش. ولما مشي المسافه طويله جدا كان كل لما يمشي الميه بتزيد والترعه بتزيد عرضها واحده واحده، والشمس بدات تغيب والطريق بدا يضلم. وافتكر عبد الكريم ان في اليوم ده بدايه ان القريه بتاعته تاخد نصيبها في ميه الري علشان يروي الزرع بتاعه، فبيملوا الترعه بالميه لما بيفتحوا السد والميه بتيجي من النهر، فارتفاعها بيزيد وعرض الترعه بيزيد ومحدش بيعرف يعديها. وقف عبد الكريم حيران وكان حزين جدا وعمال يبص للهدوم الجديده اللي هو اشتراها اللي كانت غاليه، وكان حاسس بالتعب جدا وقعد يفكر في شكله لو جه يعدي الترعه وقع فيها، وخد قرار ان هو مش هيعرف يعدي الترعه ومش هينفع يروح الوليمه، ولف ظهره عشان يرجع لبيته. كان الوقت خلاص اتاخر والقمر منور الطريق. عبد الكريم بدا يحس ان هو جعان قوي، فقال انا الاحسن اقعد شويه استريح من المشي، بس القعاد معناه جوع اكتر ومن كتر الجوع ما بقاش قادر اصلا على المشي. كان جعان جدا وتعبان جدا، وافتكر مره واحده البلح اللي هو قلبه في التراب. قال يا ترى فين البلح ده دلوقتي؟ واحده واحده قعد يدور عليه، وبعد ما مشي شويه لقى السله اللي كان فيها البلح. قعد يحسس في الضلمه كده وياخد البلح اللي قلبه في الارض وملاه التراب يمسحه بايديه وياكله، وكان سعيد جدا ومبسوط جدا ان هو لقى البلح ده تاني. هو ده البلح اللي قلبه في الارض وفي التراب وشاطه برجليه، وقال في نفسه الحمد لله يا رب على كل النعم اللي انت مديها لي، من اصغر نعمه لاكبر نعمه. فعلا اللي ما تحتاجوش النهارده ممكن تحتاجه بكره. الواحد عمره ما يبطل على النعمة اللي في ايده، لان مهما كان انت مش عايزها النهاردة اكيد هتحتاج لها في يوم بكرة. حافظ على كل النعم اللي في ايدك وما تبطرش على النعمة. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.